الساحل تلعب بالركنية مقوسة كورة بخام الأول وهدف الهدف هدف أول في توقيت في ثنية أحكم تنفيذها محرز بالراجح والكرة فارس المسكيني حامل قميص رقم 12 فارس المسكيني هو الذي سجل الكرة أما التمهيد كان من جانب اللاعب طبعا قاسم العوني والكرة من فارس المسكيني هذه كرة يعني عدي بالحاج كان جد هي أخطر فرص التي حمل الأنفاس المعدو إلي على الطائر يسد هي عمل الترميز أولى وثانية ممتازة اليسارية في الزاوية الصعيبة ست دقائق نعم معلومة رمزي زميل الزمولي قل لي دقائق من نهاية الشوط الأول هنا في ملعب البلدي بحمام الأنف طبعا تبقى للنجم رالي ساحلي علي سوما مرفوعة في منطقة الجزاء بالرأس من دافيد مصير رالي نادي حمام الأنف لكن تقطع من صدام بن عزيزة عالية سليمان كوليبالي باتجاه محمد علي بن حمودة مع فارس المسكيني بالراس الى حارس محاوله في ترويض الكره وما مخالفه لصالح فادي بن شوك 13 انتصار 7 على ميدان و6 خارج الميدان بالنسبه لنادي حمام 3 انتصارات قبل ننتظر رفقي يرتفع مستوى هذا اللقاء ونسق هذه المباراه بما انه لقاء غازي عبد الرزاق الهجمه للنادي الافريقي الهجمه للافريقي والامتياز لوسط ميدان او من جانب الهدف اكيد رفقي وايضا حتى على مستوى الارقام النادي الافريقي قبلوا عفيفا الجبيري صراع على الكره الشماخي هنا سواء من الجهه اليمين او من الجهه اليسار يصير الشماخي والتماسي ترتيب دائما غياب الاهداف في حوار القاع بين النادي الافريقي ونادي حمام الانف طبعا الرجاء البحث عن نادي مرجيبي قطع الكرة من فارس المسكيني وجد الجباري وجد الجباري طويل الكرة لنادي مرجيبي محاول المرور الجيبي قدام فارس المسكيني المسكيني خرج في أبناء سفيان والحيوسي تتعدى التماس تواصل العملية تتحسن الكرة فمش مخاطر والحكم والمرأة أخرى الهجوم تتعدى الكرة ممتازة في لحظة فنية الشيخاوي والركنية حرك لي للنجم المساحي خاوي في بعيد لدرويش مقطوعة الجوعي ومحاولة توغل لكن مقطوعة والكرة مقطوعة من الدفاع حل المحور الأمثل حاليا المدرب الأسعد الدريدي في الأثناء الكرة ترجع لفريق الضحية التدخل الإفريقي يبعد الكرة عن فريق الإفريقي وخاصة المدافعين الجاو في منتصف التدخل الأخير وتفادي التوغل المنتظر لمنوبي التسجيل بعد تمهيد أسيست من أحمد خليل محاولة نادي حمام الأنف الكرة لعاطف الليل وزي بالحاج يدير في أحد العمل يبحث عن مرور لكن يبحث عن مرور في اللحظة الأخيرة يلعب الكرة في عمق دفاع نادي حمام الأنف الآن مستقبل جيمس قاعد يصنع في الفرص مهمة خاصة للنادي الرياضي اللي
حبا بن يلعب على أرضية ميدان في هذا اللقاء لدى الهدفة الطويلة توا هي سلاح الفرق مراد في العمق إيجاد الحلول التي خاف يعطي أن أسبقية تمشي لعليلة عمري علي يصعد أرضية الميدان ولكن الحكم وزير بسرح يقول إلى حسام الحباسي ورمي التماس من جديد لصالح النادي أفيال بنزرتي كل سبب تسعى الكرة لحسام الحباس حباسي سريع حباسي ياخذ الكرة يدخل يتبعها والتغطية موجودة التغطية موجودة ويوقع كرة مجد دائما صفر مقابل ممتازة كرة للحباس يضرب الراس فارس المسكيني ترجع بالديان بال عند عبد الحليم ولا درجة غير الحباس بودو عن جانب نادي حمام الأنف في 35 في تلعب إلى حد الجهة اليمنى مقطوعة الكرة ولا مخالفة المخالفة لفارس المسكيني فارس الجودة التسلل شوف كل الصورة في ملعب حمام الأنف نسي كل وقفة نسي كل استلم عزيزي بس الكرة مقطوعة من الدفاع مرة أولى غازي عبد الرزاق بالراس إلى أحمد العكاشي ومقطوعة من التدخل أمام أنيسة البدري فوق الكرة أنيسة البدري ترجع لحسين الربيع قام في المباراة مرر على تبقى لكن خلدون منصور ممكن يصيب زاوية الرؤية مفتوحة أمامه ينادي هو بالطبيعة يحكم على أن عمل انزلاقية من هيثم الشويني الحكم يأمر مسافة اللعب الكرة لل محمود حمودة المساعد وأيضا مدرب الحراس طارق عبد الحليم تقريبا يعني قناه الوطنيه الاولى ديما نذكروا بنيس احمد الخليل ساساركو ولكن مقطوعه وخبره بسام البولعابي موجود بسام البولعابي في العمليه الدفاعيه وجود الدفاع منكم في الكره الاخيره المدافع زياد بن سالم فوز الافريقي للقمه هذا هو عنوان دفاع الافريقي الذي يكون تبريل الفارق يلعب الكره لفارس المسكيني فارس المسكيني يطول نادي حمام الأنف ابراهيم بودابوس فارس المسكيني للمحمد الهمام هدف مقابل بسرعة فارس المسكيني التمرير